دلوقتي معادنا مع عمالقة صناعة اللاندسكيب في مصر، المهندسين ماهر استينو وحرمه المهندسة العملاقة ليلى المصري والمهندس الفز طارق صبحي. التلاتة تم اختيارهم ضمن أفضل مصممين لللاندسكيب في منطقة الشرق الأوسط، وده في احتفال كبير في مدينة دبي. خليكم معنا. يا الله، شايفين الجمال والإبداع؟ تخيلوا بقى كل التصميمات المعمارية المذهلة دي لمساحات اللاندسكيب أو المسطحات الخضراء من إبداع ثلاث مهندسين مصريين عبقرة. هم الدكتور ماهر استينو، مؤسس وشريك شركة سايتس العالمية للاستشارات الهندسية، والدكتورة ليلى المصري حرم الدكتور ماهر استينو، وأيضا هي مؤسس وشريك في شركة سايتس العالمية. أما المبدع الثالث فهو الدكتور طارق صبحي، رئيس شركة أوكوبلان لأعمال اللاندسكيب. طبعا دول خبراء عالميين في أعمال اللاندسكيب وليهم مدارس خاصة بيهم في الأشجار والنباتات ونظم التحكم وإدارة الري. ما هو كل نقطة مية غالية في العالم كله مش في مصر بس، وكمان عندهم التلاتة مراجع خاصة هم اللي وضعوها لفنون معمار اللاندسكيب وكيفية اختيار النباتات. مفيش حاجة عشوائية، وعشان كده دول العالم بتلجأ ليهم لتطوير المدن الجديدة والشوارع والميادين والمناطق الساحلية والسياحية، وبينفذوا أكبر مشروعات عمرانية في مصر حاليا. يعني ناس عظيمة فعلا. دلوقتي حضراتكم في احتفال ضخم في مدينة دبي لتكريم جدعان مصر الثلاثة، الدكتور ماهر استينو والدكتورة ليلى المصري والدكتور طارق صبحي، عن مجمل أعمالهم واختيارهم ضمن أفضل مصممين لللاندسكيب أو المسطحات الخضراء بمعايير عالمية في الشرق الأوسط. يعني شرف ما بعده شرف، وده اللي خلى شركة شيرة المصرية المتخصصة في أنظمة الري الحديث واللي أسسها المهندس هاني وديع عبقري نظم التحكم في الري، يبقى من أكبر الرعاة لجائزة أفضل مصممين لللاندسكيب في الشرق الأوسط. تعالوا في البداية نتقابل مع الدكتور ماهر استينو، مؤسس وشريك شركة سايتس العالمية للاستشارات الهندسية وأبرز مطور العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، وكمان أبرز مطوري مدينة دبي في أعمال اللاندسكيب. حضرتك صانع البهجة والجمال في مصر وفي كل موقع اشتغلت فيه حول العالم كخبير الأمم المتحدة ومصمم لأفضل مشروعات اللاندسكيب في العالم، عشان كده استحق جائزة كبيرة جدا، وهي جائزة أفضل اللاندسكيب في الشرق الأوسط، وهي تكريم مشوار حياة كبير جدا. أنا عايز أعرف من البداية حضرتك ليه قررت تتخصص حياتك بالكامل تتخصص في تصميم اللاندسكيب؟ هو هبتدي من زمان، يعني أنا نشأت في القاهرة الجميلة زمان، يعني كنا عايشين في حي جميل اسمه حدائق القبة زمان، يعني كنت وانا رايح المدرسة الصبح افتكر لغاية دلوقتي، يعني من وانا طفل يعني اشم ريحة الياسمين والفل والحاجات في المباني والفيلات اللي محيطة، يعني حاجة في ذكرياتها عمري ما هنساها ابدا. صحيح. فدايما عندي ذكريات جميلة جدا عن حياتي وانا في القاهرة، القاهرة الجميلة يعني. أنا والدي كان مهندس معماري، فأنا حبيت الهندسة المعمارية ودخلت هندسة القاهرة ودرست عمارة، وبعدين ملتقيت بالدكتورة ليلى المصري. قابلت الدكتورة بقى ليلى شريكة الحب والتفاح والحياة وسايت برضه في جامعة القاهرة في قسم العمارة. هي صح، هي أصلا ما كانتش في قسم العمارة، بعدين حولت قسم العمارة. كانت تروح طب. مش كده. وبعد كده تعينت معيد في الجامعة، وجاء بعثة خاصة لدراسة لاندسكيب. فأنا ساعتها ما فيش حد مننا كان عارف يعني إيه لاندسكيب، حتى دكتور من أساتذتي قاعد يتريق علي، يعني يقول لي أنت هتروح تدرس تعمل مقعد خشب وعمود نور وكلام فاضي، إيه يا ابني اللي وداك تدرس لاندسكيب؟ فقلت يلا خليني أطلع بعدين أشوف هعمل إيه. طبعا لما وصلنا أمريكا وابتديت في جامعة جورجيا هناك، لقيت القضية قضية كبيرة جدا، يعني نقلتني من زي ما يكون عنده غشاوة على عيني اتفتحت. يعني أنا مهندس معماري كنا متعلمه نرسم مبنى، فابتدينا نفهم أن المبنى ده جزء من منظومة ما هوش كل حاجة. صحيح. وأن المهندس المعماري لازم يتواضع
إنه المبنى ده جزء بسيط من منظومة، وإن المبنى ده لازم يتناغم زي ما بنشوف النحل والنمل وكل دي متعايشة، ربنا خلقها تتعايش مع الطبيعة. طبيعة. من هنا ابتدت في أمريكا اللي هي علاقة التخصصات التصميم والتخطيط والعمارة باللاندسكيب، التخصصات بقى اللي هي الناس اللي بتدرس البيئة والطبيعة والمية فتدخلوا مع بعض، أوجدوا علم جديد اسمه التخطيط والتصميم البيئي، فابتدت من هنا مهنة اللاندسكيب على المستوى القومي وعلى المستوى الإقليمي وعلى مستوى المدينة وعلى مستوى الحديقة. بتراعي ده ازاي في شغلك يا دكتور؟ بنراعيه حاجتين طبعا، في حاجات جات لنا فرصة نشتغل فيها وفي حاجات لسه يعني ما فيش وعي كامل. يعني مثلا لما باجي أخطط إقليم شمال مصر اللي هي البحيرات، البحيرات دي لو الناس نعرف أهميتها إيه، إنها بتحافظ على الاتزان الشواطئ، بتحافظ على الثروة السمكية، طيب. بتحافظ على منظومات بيئة الطيور المهاجرة إلى آخره. مفروض بقى في النظام التخطيط البيئي بيبقى بتعمل مجموعة من الخبراء زي الأوركسترا كده. يعني مثلا احنا بنشتغل بقرارات فردية، مثلا تيجي وزارة الزراعة تقول لك البحيرات دي أرض مهدرة، اردم وازرع، تبقى طبعا أفيد. ولكن اللي بيعمله ده بيدمر البيئة، بيدمر الطيور المهاجرة، بيدمر. فمفروض القرار يبقى متناغم، مجموعة من الخبراء إلى آخرهم يترأسهم أو بلاش يترأسهم، يعني ينظمهم مخطط البيئي، لجان مشتركة يرأسها مخطط البيئي. مخطط البيئي دي اللي مفقودة عندنا في مصر، نحتاج إلى هذه الوظيفة بشدة. لازم. ليه؟ لأن أنا عندي وادي النيل مهدد بالعمران، الصحراء مهددة بأنها ممكن استنزف المياه الجوفية فيها، الواحات من اللي بيسموها الأنظمة البيئية الحساسة فراجل، لو سحبت مياه كتير قوي وزرعت أكتر شوية هتموت. ففي اتزان، ربنا عمل حاجة اسمها الاتزان البيئي في الطبيعة، مفروض أنا أفهمه وحافظ عليه، ولما خطط حاجة تبقى في توائم. والموضوع ده مش بس حفاظ بيئي، يعني فيه حفاظ بيئي، حفاظ ثروات طبيعية، وحفاظ بصري. الدكتور ماهر السين اتخرج في كلية الهندسة قسم عمارة بجامعة القاهرة سنة 1967، وحصل على الماجستير من جامعة جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتوراه في التخطيط البيئي وعمارة البيئة في جامعة ميتشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية. وفي جامعة القاهرة تولى عمادة كلية التخطيط الإقليمي والعمراني، وهو على فكرة خبير في الأمم المتحدة لتخطيط المدن والتصميم الحضري، ومن أهم الجوائز اللي بيعتز بيها جائزة الأغاخان الدولية للعمارة عن تنسيق موقع متحف النوبة في أسوان، والجائزة الذهبية لمسابقة حسن فتحي للعمارة عن مشروع حديقة الأزهر. وعلى فكرة هو من أشد الناس الحريصة على نقل خبراته هو والدكتورة ليلى المصري لشباب المهندسين في مكتبهم اللي بيشتغل فيه أكتر من 200 مهندس شاب مبدع. هو إيه المشروع يا دكتور ماهر لحضرتك ما تنساش في حياتك أن أنت شاركت فيه؟ مشروع الجلالة، مشروع هضبة الجلالة، من أعظم المشروعات اللي بتصمم حاليا وبتتحدى جبال شاهقة بتحول منها شيء بديع فعلا. مشروع هضبة الجلالة من مشاريع يمكن مش أكبر أو أعظم، بس مشاريع المتميزة جدا الواحد يعني حبيت أن أشتغل فيها، والمنتج اللي طلع كان الواحد بيفتخر بيه. يعني هي عبارة عن منطقة متميزة في عند منطقة العين السخنة، مرتفعة 600 أو 700 متر عن سطح البحر، هضبة عالية. والمشروع كان معمول له مخطط قبل كده، بس حسوا ان المخطط مش ملائم للتوبوغرافية او تشكيل الارض ولا يعني مقومات وجمال الموقع يعني. فطلبوني اخش اعيد المخطط تاني، فعملنا اعادة المخطط ورجعنا تاني لقضية انه المدن يجب ان تخصص للاستمتاع السكان بتوعها، يعني انسان اللي عايش في مدينة. فالعالم كله حاليا بيتوجه لانه حركة المشاة، يعني دلوقتي كل واحد بيقلل الاليات، بدل ما الناس في العالم مدن العالم كلها بتوسع الشوارع بتضيق الشوارع، بدل ما بتزود على حركة العربيات بتقلل حركة العربيات وتزود النقل العام العجل المشاة. عشان كده المدن لا تتطور بعمل طرق، المدن تتطور حاليا بإعادة الإنسان أنه يقدر يمشي فيها،
يستمتع بالطريق، يستمتع بالساحات، يستمتع بالحدائق، يلاقي الخدمات، ما يبقاش فيه نويز، ما يبقاش فيه ضوضاء. إنما ما خليش مهندس الطرق مهم جدا ولكنه عضو في منظومة أكبر، في منظومة، وليس هو اللي يقرر المدينة تكون شكلها إيه. دكتور ماهر، حضرتك هل مصر بتقدر تستفيد بخبراتك ولا حتى الآن الاستفادة ليست بالقدر المطلوب؟ لا بالعكس، أنا بشكر الدولة أنهم يعني بيستفادوا مننا طبعا، كأنا والدكتورة ليلى، وفي تقدير فعلا أنه خدنا كذا فرصة، مثلا في الجلالة، في مدينة أسوان الجديدة، في مشروعات كتيرة. التقيت بالرئيس؟ التقيت بالسيد الرئيس في الجلالة، وكان عنده يعني عجبني في حاجة جدا، أنه عنده كان تذوق، لأن الجلالة كلها كانت معمولة بالحجر الطبيعي، فعجبه جدا أنه الحجر الطبيعي دي. فقال لي يا دكتور مالك، كل حاجة تكملها بعد كده خليها بالحجر الطبيعي اللي هو طالع من الموقع يستخدم. فهو عجبته وعنده تذوق عالي للجماليات المكان يعني. كان دكتور ماهر، ايه المشروع اللي حضرتك بتحلم انك تعمله في مصر؟ اللي بحلم بيه بقالي 10 سنين، اللي هي تطوير كل ما يحيط بالآثار المصرية العظيمة. تعالوا بقى نقابل الدكتورة ليلى المصري، عملاق مدرسة عمارة اللاندسكيب في العالم، ومؤسس وشريك شركة سايتس العالمية للاستشارات الهندسية، وحبيبة العمر، وشريكة رحلة الكفاح للدكتور ماهر ستينو. دكتورة ليلى، حضرتك عملت كتابين مهمين جدا. اولا كتاب في تخصصك وهو عمارة اللاندسكيب. عايز اولا افهم يعني ايه عمارة اللاندسكيب. ثانيا حضرتك عملت كتاب غاية في الاهمية، بيصنف النباتات في منطقة الشرق الاوسط بالكامل، نباتات الزينة. عايز اعرف ايه سبب اللي احنا عملناه. خلينا نبدأ من كتاب عمارة اللاندسكيب. هو ده على فكرة هو كتاب عمارة اللاندسكيب، مجلد عظيم جدا ومجهود عظيم بجد. هو خد حوالي 4 سنين صراحة شغل، لأن احنا لما اشتغلنا في حديقة الأزهر اكتسبنا منها خبرة جميلة جدا في اننا لازم ازاي انت تبقى لاندسكيب وبتدرس، ولازم تبقى متعرف على النباتات اللي هتستعملها في الحديقة، وتبقى متعرف مش بس من ناحية انها كتنسيق نباتات او من ناحية زراعية فقط، لا ازاي هي بالمكان هتبقى حجمها قد ايه، بتلو ليها زهور ولا لا، هل بتسقط اوراقها ولا لا. فالكتاب دي اتجمعت في كتاب عن النباتات، وهو تسمى فعلا كده. في كم نبات بقى الكتاب ده؟ حوالي هو يمكن 300، في حدود 300، لكن النباتات اللي استعملناها في الازهر وصلوا لحوالي 600. فاحنا حطينا اهم نباتات لانها مجهود رهيب، عشان ننقذها انها ما تنقرضش، يا رب تفضل موجوده داخل الكتاب ان شاء الله يعني، وتناسب البيئه بتاعتنا يعني، في احتياج الميه، في تحمل الجفاف، الملوحه، الكلام ده. الكتاب التاني كنت قصدي اعمله طبعا بالعربي، على هو تعريف يعني ايه لاندسكيب اركتكتشر، لان احنا بندرس في الجامعه كليه التخطيط الاقليمي العمراني، وبنشتغل في المكتب، فكل الكتب الموجودة باللغة الإنجليزية. فكان نفسي أفهمهم يعني إيه للطلبة ولينا حتى، واللي عايز يعرف يعني إيه مفهوم لاندسكيب أركيتكتشر، يعني بالقصد كتبته باللغة العربية. إيه هو المفهوم بقى عمارة اللاندسكيب؟ أنا يمكن قلتها لك قبل كده في الأول بسرعة، بس هو أنا مش مهندسة نباتات أو مش زراعة، أنا بتكلم من وجهة التنسيق عمارة اللاندسكيب كمهندس ديزاينر بيصمم، وإن هو مشروع متكامل زي ما قلت لحضرتك قبل كده. هو حاجة بتربط ما بين الديسيبلينز بالإنجليزي بتتقال، اللي هي الجوانب المختلفة للتصميم أو للمدينة. أنت عندك في عمارة مباني بتتبني، في العمارة كنا بنحصر نفسنا جوه المبنى، ماليش علاقة باللي بيحصل بعدها. اللاندسكيب بتربط بقى ما بين كل ده، المبنى مع الفراغات الخارجية، مع الشبكات، مع التشكيلات التوبوغرافي، مع الحركات المرور سواء عربيات سواء مشاة، فمع الجو نفسه لازم الجو ما يبقاش ملوث، مع التشجير اللي بتعمله في الفراغات دي. فده عمارة اللاندسكيب حاجة متكاملة، منظومة متكاملة. على فكرة الدكتورة ليلى المصري والدكتور ماهر ستينو هم اللي صمموا الأزهر بارك، وعندهم قدرة فريدة
على تحويل الخطوط التصميمية على الورق لواقع أخضر يخلي حياتنا أجمل وأنقى وأفضل. وخلي بالكم الدكتورة ليلى المصري هي أستاذة التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، وحصلت على الدكتوراه في عمارة اللاندسكيب من جامعة ميتشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية. خليني أقول لحضرتك على حاجة، بس أنا عارف مش هتستقبليها. البعض ينظر لللاندسكيب إن هو رفاهية وهو إهدار للمية، أقنعينا إن هو عكس كده. هو على فكرة في طلبة عملت أبحاث على الموضوع ده، إن اللاندسكيب ده حاجة مهمة جدا لصحة الإنسان، حاجة مهمة جدا لإحساسه بالسعادة. يعني أنت لو سعيد هتنتج أكتر. صحيح. في أي مجال تاني في أي شغل، والسعادة دي هتجيله من الفراغ الخارجي، إما يكون فيه يحس بالصحة، يحس بالأمان، يحس بالابتهاج وهو ماشي. فده ملخص. دكتورة ليلى المصري، ايه الدولة اللي في العالم التي لا تنسى زيارتها الدكتورة ليلى المصري وفيها عمارة اللاندسكيب مبهرة؟ حتت كتير، بس اكتر حتة يمكن اثرت فيا طبعا دبي جميلة وحبيتها قوي، بس اكتر انتم من الناس اللي شاركت في اعادة هو الدكتور ماهر اكتر. انا درست بس هناك شوية، بس الشيكاغو ما زرتها، كنت بهرت بيها الحاجة ان هم كانت المدينة زادت الجريمة فيها جدا وابتدت تضمحل وفقدت سياح قوي، فكانوا من يعني شطرتهم بصراحة ان هم كان في عمدة شاطر فيها قوي، هو عنده رؤية ان هو لا المدينة لازم ارجع السياح واجعلها مدينة امنة وكده، فخد كل الواجهة المائية، هي بص على المطلة على البحيرات العظمى، فخد كل الواجهة المطلة على البحيرات وردم حتى جواها جزء كبير وعملها حديقة عامة للناس، من أشهر المقاصد السياحية في العالم دلوقتي. فالمدينة اتقلبت، والكل التجار والمحلات وكده بقى في انتعاش اقتصادي رائع، وبقت تجذب السياح بطريقه فظيعه، ويعني من انجح الاماكن بصراحه في العالم. العاصمه الاداريه عايز نصيحه من الدكتوره ليلى المصري لمن يصممون اي مكان داخل العاصمه بلون اخضر. طبعا اوفر الميه وتاكد ان الميه هتستمر. ليه؟ لان في بعض الشوارع شفناها زرعت نخل وبعد كده ما تسقتش، فحرام النخل يموت. فاطمن الميه جايه، وبعدين اعرف ان انا بصمم الحديقه دي لمين؟ الناس. فلازم اخلي البني ادم ده في اعتباري في اي ديزاين او في اي تصميم بعمله في اي حته، جوه البيت بره البيت، هو المستعمل وهو اللي انت عايزه يبقى هابي وسعيد في الفراغ ده، فلازم اخده في اعتباري مين اللي هيستعمل الفراغ، اوفر له ايه في الفراغ، احتياجاته ايه، فما اهملوش كمستعمل للفراغ، واستعمل الاشجار المناسبه طبعا والنباتات المناسبه للمكان. اتحركنا من مكتب الدكتور ماهر السين والدكتوره ليلى المصري في المنصوريه في طريقنا لمكتب الدكتور طارق صبحي المبدع المصري الثالث اللي تم تكريمه في دبي عن مجمل اعماله في اللاندسكيب واختياره ضمن افضل مصممين في الشرق الاوسط، وعلى فكره احدث تصميماته منتجع عالمي بجد في العين السخنة وخلاه تحفة فعلا. بنحاول نوصل علمنا للشباب المهندسين، أنا شايف عند حضرتك هنا أكتر من 150 مهندس، خبرات حضرتك بتنقل ليهم زي ما أنا شفت هناك مثلا عند الدكتور ماهر السينو على عشرات من المهندسين برضو خبرات بتنقل ليهم وواقف على كل جهاز. مشكلة اللاندسكيب في مصر أن مفيش خريج لاندسكيب، هو في خريج عمارة أو تخطيط عمراني. بس في بدأت كلية، كلية هندسة عين شمس عندها برنامج خاص لللاندسكيب، بس حتى تاريخه اللي بيطلع لسه عايز أكتر. لما بتعمل تصميم الدكتور بتحميه إزاي؟ بص أنا في التصميم بالذات أحس إن أنا كل مرة أكني داخل امتحان، صار بقى أنا يعني كبرت وخلاص الكيرف بينزل كده الناحية التانية، كل مرة بقول يا رب إن التصميم يطلع حلو وأضيف حاجة جداً جداً إلى أقصى حاجة لغاية ما يطلع، بس السكتش يطلع بتمئن
وبعدين انا يعني لازم كل المهندسين اللي جوه او جروب كبير منهم يشاركوني، طب ده كويس، ده حلو، ده وحش، ده على طول بتخليني انا اب تو ديت في الحته دي. وبعدين الشباب هما اللي بيحسنوا التصميم بتاعي. انت لازم ترسم بايدك وتلون بايدك، مفيش كمبيوتر تقدر تشتغل بيه في البدايه. لا في البدايه لا، مش هتحس بالالم. الله، كمبيوتر مختلف. دلوقتي بقى في تابلت كبير كده واحنا هنجيبه بترسم عليه برضك زي ده. حلاوته بقى انك بتقدر تكبر، تقدر تمسح وتحط بدل ما تحط عليه. لسه بترسم بايدك بس عادي بالالم برضك. حاسس برضك بيه. الالم هو الاداه الرئيسيه في السكتش، خاصه في اللاندسكيب. مش هتعرف تركب. يا رغم حبك لشغلك، عارف انت ما بتحبش تتكلم عن مشروعاتك، ولكن من المشروعات اللي انا اعلم ان انت شاركت في تصميمها وبقوه على النهر الاخضر في العاصمه الاداريه. أيوة. والعاصمه الاداريه حلمنا، طمنا على حلمنا. بص، مشروع انا بشوفه رغم الانتقادات الكتيره، هنقول فيه انتقادات، وده في اي مشروع لازم يبقى فيه انتقاد، وفي ناس بتحب ايجابيه وفي ناس سلبيه. انا من ناحيه انا من الناس الايجابي جدا في المشروع ده. واحنا ما ابتدينا نصمم النهر الاخضر واستعنا ببرضك مكتب خارجي يتعاون معنا في الحته دي. مساحته ايه؟ شكله ايه؟ مساحه النهر الاخضر. هم كانوا مسوقين ليه النهر الاخضر؟ مساحته 6 مرات سنترال بارك امريكا. yeah. او نيويورك. مش مصدقين ده سنترال بارك. دي يا خبر ابيض، النهر الاخضر فيه انشطه كتير قوي. الناس بتفتكر ان هي اخضر. لا، هو مش زرع بس. لا، الزرع محسوب. حتى ما جينا نقول يا جماعه هتوفروا ميه ازاي، استشاري الري واستشاري المضخات والحاجات دي، قال لنا يا جماعه احنا وفرنا لكم ميه بمقدار مثلا 50,000 متر مكعب في اليوم على اساس هيكون السوفت. صمم على هذا الاساس. عشان كده احنا تصميمنا في جزء صحراوي كتير قوي، في جزء نباتات صبار اريتس لاندسكيب، نباتات المياه فيها بتاخد قليل في الري وكده. فكان كل حاجة محسوبة. في نوافير، في أنشطة كتير قوي، حديقة حيوان، ملاهي. احنا نفسنا يبقى في رئة مرة في حياتنا في مصر. يبقى عندنا رئة حلوة الناس كلها تستمتع بيومها، ما تبقاش زحمة ومكدسة زي ما بيحصل في شم نسيم. بتلاقي كل الناس رايحة فين؟ للحتة الخضراء. احنا نفتقد الحتة الخضراء. فأول مرة هيحصل حتة خضراء حلوة بسيطة نقعد فيها. الدكتور طارق صبحي هو رئيس شركة أكوبلان لأعمال اللاندسكيب وأستاذ العمارة وتنسيق المواقع في هندسة المطرية بجامعة حلوان، وحصل على الدكتوراه في تنسيق المواقع من جامعة ميديسن بولاية ويسكونسن الأمريكية. ومن أشهر أعماله المشاركة في تصميم النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكمان هو اللي وضع التصميمات الجمالية لكتير جدا من القرى السكنية في مناطق التجمع الخامس ومدن 6 أكتوبر والشيخ زايد. أنا شخصيا بحب جدا شوارع دبي. تدرس طبعا. حضرتك برضو من الناس اللي صممت شارع الشيخ محمد بن زايد الشمالي والجنوبي في العاصمة الإدارية. بالظبط. هل سنجد شوارع تشرح القلب بزرعها، بتصميماتها، بالسوفت بتاعها، بالهارد بتاعها زي اللي بنشوفه دبي؟ هنلاقي. بس أنا ممكن أقول طب إحنا بنلاقي ليه في دبي كده؟ عشان هم بيصونوا بعد التنفيذ. الصيانه. الصيانه والصيانه والصيانه هي اهم حاجه لاستمراريه الحاجه الكويسه. من غير الصيانه انت ممكن تفتتح وشهرين كل حاجه تنتهي. هل تطالب شبابنا من المهندسين ان هم يعملوا يشهروا شركات لصيانه الطرق، لصيانه الزرع؟ طبعا هتبقى مطلوبه الفتره الجايه. مطلوبه ولازم الحكومه تتبنى ده. هي ابتدت تتبنى في جزء كده ان هم ممكن يكون نزلوا قريب موضوع ان هم عايزين مجموعه من المشاتل تتعمل في العاصمه، بحيث انت تقدر تاخد من الزرع اللي موجود هناك وتقدر تصونه وتاخده والعجله تدور في الحته دي. فلسه كان في مشروع، فيا ريت دي ميه صرف كلها، مش كده؟ ميه صرف ومعالجه. معالجه طبعا. يعني على قد ما نقدر بنحاول ان احنا نعيد معالجه المياه ونعيد استخدامها عشان نستفيد. ده لازم، والا ولا هنعرف نعمل جنينه ولا هنعرف نجيب بحيرات ولا هنعرف نعمل حاجه. هيبقى حلم على ورق وما يتحملش. لفت نظري الفتره اللي فاتت دي التركيز على وضع اشجار زينه مثمره. وبقى في تنافس
لما بيبيعوا الشتلات حتى بتوع المشاتل لما بيبيع الشتله لعدد المساحه ضخمه مثلا هتتزرع غير لما يبيعها بالوحده اللي عايز يحطها في الفيلا بتاعته. طب انا تنصحنا بمسمر؟ انا هحكي لك حكايه قبل ما اقول لك انصحك ولا. انا من فتره زرت مراكش مغرب. انت تمشي في الشارع كلها اشجار فاكهه، كلها اشجار فاكهه مراكش، وكلها ورد بلدي. بيروها ازاي؟ ما هو في في سيستم، في حشره، في سيستم ري، في سيستم رش، في سيستم مكافحه، في سيستم كل حاجه. والغريب كمان الصيانه برضه. اه في اول السنين دي هي كان كل الناس بتقطف، الناس تعودت انها بقت موجوده، ما حدش بيقطف غير قليل، يقطف لمجرد ناخد واحده، مش واحد ينزل او عايل ينزل ويلم المحصول زي ما بيقولوا، لا دي ثقافه بقى. انا اتمنى يبقى في كده، اتمنى يبقى في شوارع كده. الحديث عن نباتات الزينه بيقودنا للحديث عن قطاع ضخم جدا حجم صادراته يقترب مثلا من 80 مليون دولار، هو نباتات الزينه في مصر. حضرتك وانت من كبار المصممين في مصر وفي الوطن العربي، هل نقدر نقول تشجعني كصاحب فكره او معايا شويه فلوس ان انا اتجه فورا لانشاء مشتل، لان السوق لهذا القطاع كبير جدا؟ ده اكيد لازم. لازم. ليه؟ احنا كمصممين بقينا نعاني مع كثره المشاريع وكبرها بالحجم الرهيب، مفيش شجر. يا اه ما بقاش اصناف، لا اتخذت، اصل فلان الفلاني اخدها في المشروع الفلاني. الله، طب ال 200 شجر اللي كانوا موجودين، لا معلش اتاخدوا هنا، راحوا الساحل، راحوا العاصمه. وترتفع الاسعار. ترتفع الاسعار بقى، وانت عبال ما تجيب تاني تبقى انت تشتري بقى الشكل الاصغر والاضعف. عشان هي لسه ما تربتش وما تصبطتش. وبعدين احنا عندنا مشكله تانية، لو المشاتل كلها اتجمعت وبقت عامله زي كود معين للشتلة نفسها، المستوى هيرتقي جدا وهيكسب اكتر. بمعنى يعني كان في، هو في مشاتل معدوده في مصر بتعمل كده. طبعا انا يعني مش عايز اتكلم لحد، الناس كلها افاضل وكده، بس مثلا نروح نجيب شجر من القناط الخيرية، في مشاتل كتير قوي هناك، شجرة معوجة، هو ده يبين اللي موجود. خلاص أنا بنزل بمستوى التوصيف بتاعي إلى أقل. أخيرا حلم العمالقة التلاتة، الدكتور ماهر السينو والدكتورة ليلى المصري والدكتور طارق صبحي، إن مصر يبقى فيها كلية لفنون عمارة اللاندسكيب أو المسطحات الخضراء الذكية، ويدرس فيها أولادنا عملية التصميم بالنباتات، بحيث يكون النبات ملائم مع التشكيل الفراغي والبصري والبيئي المطلوب تحقيقه كعنصر تصميمي طبيعي. وبصراحة عندهم حق، بدل العشوائيات اللي بنشوفها وبنبقى دافعين فيها دم قلبنا. تشاهدون بعد قليل. فريق الجدعان يرصد في محافظة المنوفية نجاح الزراعة الحيوية لمحاصيل القمح والفاصوليا واللوبيا والبسلة والبطاطس، وبإنتاجية تفوق الأراضي المزروعة بالأسمدة الكيماوية لأول مرة، وذلك بإضافة مادة النوفا بلس لمياه الرز.